حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نطبع من خلال الموبايل في الطوابع الكانون بيكسيما TS5140. ومن خلال حلقة النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نطبع من خلال الموبايل عن طريق خاصية الراوتر الواي فاي، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نطبع من خلال خاصية الاتصال المباشر المعروفة بالدايركت موبايل. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السائب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده ازاي نطبع من موبايل في الطوابع الكانون بيكسيما TS5140. وقبل ما نروح للموبايل او الهاتف، في خطوه مهمه جدا لازم تعملها في الطبعه، وهي انك تربط الطبعه بالراوتر الواي فاي. فاول حاجه هنعملها زي ما انتم شايفين علامه الواي فاي معمول عليها شرطه، معناها ان هي مش متعرفه عن طريق الراوتر الواي فاي. هننزل بالسهم لتحت لحد ما المؤشر البرتقالي يعلم عليه، ثم نضغط اوكي، ثم هنختار لان سيتنج زي ما هي بالظبط، اوكي، ونعمل وايرلس لان، ونختار اول اختيار دبليو لان، نعمل اكتف، اوكي، ثم ننزل تاني اختيار تحت اللي هو وايرلس لان سيت اب، ونعمل اوكي، ونختار تاني اختيار مانوال كونكت. هو دلوقتي بيدور على الراوتر بتاعك، وانا الراوتر بتاعي اسمه كانون، نختار اوكي، وهنا بيقول لك دخل الباسورد، هنعمل اوكي. وزي ما انتم شايفين القايمه اللي موجوده عشان ندخل فيها الباسورد تشبه للموبايل، مع العلم ان الخانه ديت اللي بتغير الحروف من كابيتال لسمول لارقام لحروف. زي مثلا انا عاوز الحروف كابيتال، ننزل هنا على السهم ده، يلا اوكي، اتحول كله كابيتال، هندخل باسورد عادي جدا. وبعد ما دخلت الباسورد كامل هننزل على اوكي ايت، ونعمل اوكي، ويقول لك هو ده الباسورد، هتقول له اوكي. هنا بيقول لك جاري الاتصال بالراوتر الوايرلس. ودلوقتي قال لك كونكتد ذا وايرلس، وبكده الطبعه بتاعتنا اتربطت عن طريق الراوتر الواي فاي. هنعمل اوكي، نرجع على قائمه الهوم، هنلاقي هنا ان الشرطه بتاعت الوايرلس اتشالت وبقت واي فاي. ودلوقتي هنروح لجهاز الموبايل او الهاتف وننزل برنامج كانون اللي موجود في البلاي ستور او الاب ستور، والبرنامج ده موجود في الاندرويد والايوس. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح لجهاز الهاتف، وان شاء الله الخطوات تكون سهله وبسيطه عليكم، يلا بينا. اول حاجه هنعملها مع بعض هنخش على البلاي ستور او الاب ستور، ونكتب في السيرش كلمه كانون، ونعمل سيرش، والبرنامج الخاص بالطوابع هو تاني اختيار كانون برنت انكجت اند سيلفي، تمام. هنعمل تثبيت، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يثبت معانا. ودلوقتي البرنامج ثبت معانا، هنعمل فتح عادي جدا، ونختار الاختيار اللي على الشمال كلمه اجري، ثم اجري كمان مره، ثم نعمل اوكي، ثم نختار اثناء استخدام التطبيق السماح. ودلوقتي هو بيدور على الطابعات اللي موجوده في الشبكه، مع العلم ان لازم تتاكد ان الموبايل متصل بنفس الراوتر اللي متوصل فيه الطابعه. هنعمل سيرش، هنعمل كلوز، ودلوقتي بيقول لك انه شاف طبعه متعرفه موجوده في الراوتر وتم الاتصال بيها. هنضغط على اشاره اكسيت اللي موجوده على الشمال فوق، وزي ما انتم شايفين تحت خالص مكتوب TS5100، كده الطبعه بتاعتنا اتعرفت بكل سهوله. نضغط على ضغطه واحده ايت في اي حته، وزي ما انتم شايفين ده البرنامج الخاص بكانون. طب انا عايز اطبع صوره ازاي؟ هنختار الاختيار اللي هو مكتوب فوتو برنت، ونختار اي صوره عندك وليكن الصوره ديت، ونعمل نيكست، ثم نعمل نو، ثم نختار برنت سيتنجز اللي موجوده على الشمال عشان نقدر نظبط اعدادات الطبعه واعدادات الورق. اول حاجه بيقول لك الكوبيز، الكوبيز دي اللي هو عدد النسخ، عايز كام نسخه معاك، من نسخه لحد 99 نسخه او 100 نسخه، تختار عدد النسخ اذا كانت نسخه او نسختين او ثلاثه معاك لحد 100، تختار ولكن واحده. ثالث اختيار اللي هو بيبر سايز، وده خاص بحجم الورق بتخليه A4. رابع اختيار ميديا تايب، وده نوع الورق. اول اختيار مكتوب بلان بيبر، ده الورق اللي هو الورق المذكرات المدرسيه الخفيف اللي هو بتاع المدرسه عادي. والورق الثاني اللي مكتوب عليه فوتو بيبر بلس جلوسي 2، ده الخاص بالورق اللميع الخاص بالاستوديوهات، فانت هتختار اللي انت عايزه بكل سهوله، انا هختار بلان بيبر. خامس اختيار ده ما فيهوش اي تغيير. سادس اختيار كلر مود، عندك اختيارين كلر ومونوكروم، كلر اللي هو الصوره هتطلع بالالوان، ومونوكروم لو انت عايز تطبع جميع الاوراق ابيض واسود فقط، فتختار اللي انت عايزه، انا عن نفسي هختار المونوكروم. خلصنا جميع اعداداتنا، بنرجع خطوه لورا وبنعمل نو، ثم نضغط على برنت اللي بالبرتقالي. زي ما انتم شايفين كتب لك كلمة برنت، يعني جاري الطباعة، وطبعا ده المعدل بتاع الأحبار، البلاك قرب يخلص والكلر قرب يخلص أيضا. وزي ما انتم شايفين الطباعة بتاعتنا
طبعت الصورة اللي موجودة في الهاتف. طب دلوقتي عرفنا مع بعض ازاي نطبع صور، عايزين نعرف مع بعض ازاي نطبع الدوكمنت او الملفات. هنختار الاختيار اللي على اليمين اللي اسمه دوكمنت برنت، ثم نختار سمارت فون، ودي الملفات اللي موجودة عندك اللي تقدر تطبعها. وليكن عايزين نختار اي حاجة، دي 23 ورقة، هتكون نفس الفكرة اللي هي بتظبط اعداد الورق، هي هتكون متظبطة مع اول مرة. ثم نعمل نيكست على الشمال، يقول لك انت عايز اني ورق، عايز كله ولا عايز بالظبط؟ نختار صفحة واحدة بس كده، نعمل اوكي. اول حاجة هتلاقي عندك تشينج سيتنجز، ودي القايمة اللي احنا ظبطناها من شوية من ساعة ما احنا ظبطنا الاعدادات وهي محفوظة زي ما هي بالظبط. هنرجع خطوة لورا ونضغط على برنت، وزي ما انتم شايفين برنتنج جالي الطباعة. الورق اللي احنا طبعناها زي ما انتم شايفين ابيض واسود والوان، هنا بيقول لك برينتنج از كومبليت. هنعمل اوكي ونعمل نرجع خطوه لورا، نعمل يس. ودلوقتي عايزين نعرف ازاي نعمل سكان من الموبايل، بحيث ان السكان اللي هيتعمل من الطبعه هيخش في الموبايل. ازاي؟ هنفتح عادي جدا باب السكانر بتاع الطبعه، ونحط الورقه ديت عايزين نعملوها سكان، ثم نقفل باب السكانر، ثم نرجع للبرنامج. هتلاقي كلمه سكان موجوده على الشمال تحت اهي، ضغطه واحده نعمل اوكي. هنختار انك تحفظ الملف ده في اي حاجه، ثم بعد ما نختار الملف هنعمل استخدام هذا المجلد، نعمل السماح، وهنا اعدادات السكانر. هنختار اول اختيار تشينج سيتنجز، اول اختيار معانا داتا فورمات، عاوز صيغه الملف تبقى بالجي بي جي اللي هو الصوره ولا بي دي اف المستند، هتختار اللي انت عايزه. ثاني اختيار عايزه دوكمنت ولا فوتو، عايز تحفظ السكان ده في ملف دوكمنت ولا عايز تحفظ السكان ده في ملف صور. بدل ما اخترنا الداتا فورمات جي بي جي هنختار ثاني اختيار ده فوتو. ثالث اختيار ده عايز تحفظ الملف او السكان ده ابيض واسود ولا ملون، لو اخترت كلر هيطلع زي ما هو الوان، لو اخترته جري سكيل يعني تدريج الرمادي هيطلع ابيض واسود. رابع اختيار حجم السكان، حجمه اي 4 بي 5 اي 5 اللي انت عايزه، وهنختار طبعا اي 4. خلصنا خلاص، نرجع خطوه لورا ونضغط على كلمه سكان اللي موجوده في البروتوكول تحت. زي ما انتم شايفين بيقول لك بروسيسنج دي سويت مومنتري سكاننج دوكمنت، وكده خلص الاسكان بتاعنا، وده الاسكان بتاعنا اللي احنا عملناه. بمجرد انك تضغط على كلمه اكسيت، لو هو صوره هيتحفظ في الالبوم او الجاليري، لو هو ملف هيتحفظ مع الوورد، اما لو ضغطت على كلمه سكان اللي على اليمين فانت هتعيد الاسكان من تاني او هتعيد الاسكان ورقه تانيه. هنعمل اكسيت طبعا، اهو بيقول لك فايل سيف. وبكده عرفنا ازاي نطبع من الموبايل ونعمل سكان من الموبايل عن طريق الراوتر الواي فاي. طب افرض انا دلوقتي ما عنديش راوتر واي فاي وعاوز اطبع من خلال الموبايل مباشره او خاصيه الاتصال المباشر، هنعمل ايه؟ هنروح للطبع وهنعمل خطوه بسيطه. اول حاجه هنعملها هننزل تاني على علامه الوايرلس اهي، ونضغط اوكي، ثم هنختار لين سيتنج اوكي برضو، ثم هنختار تاني اختيار وايرلس دايركت اوكي، وهنختار اول اختيار ونعمله اون. هيجي لك الخطوه دي هتعمل يس، وده بيقول لك ده اسم الاس اس اي دي بتاع الاتصال المباشر، ولو نزلت تحت شويه ان ده الباسورد بتاع الاتصال المباشر. خليك حافظ الشاشه زي ما هي بالظبط، ونرجع للموبايل ونعمل الخطوات واحده واحده مع بعض. يلا بينا. اول حاجه هتعمل ايه؟ هنفتح الشبكه بتاعتنا اللي هي الواي فاي بتاعتنا، وتعمل سيرش. هيظهر لك بعد الراوتر الواي فاي بتاعك شبكه اسمها دايركت اللي هي واي ان اللي هي زي ما شايفين دي. هنعمل اتصال لان دي هي الطبعه بتاعتنا. هيطلب منك كلمه المرور، كلمه مرور الباسورد اللي احنا شفناه في شاشه الطبعه وقلت لك ما تقفلهوش. هنعمل اظهار عشان نقدر نكتب، مع العلم ان الباسورد دوت في منه كابيتال وفي منه سمول. الخطوات كالتالي، هنكتب الباسورد زي ما هو بالظبط، وبعد ما كتبنا الباسورد اللي موجود في الطبعه هنعمل اتصال، وبكده الطبعه بتاعتنا شبكناها بالموبايل دايركت. هنروح دلوقتي للبرنامج بتاع كانون عادي جدا، ونضغط على الاختيار اللي تحت اللي هو مكتوب تيب هير، هنعمل يس مفيش مشكله، اجري اوكي، ثم نعمل اد اند سويتش، ونختار الاختيار اللي تحت اللي مكتوب ريجستر برنتر. هتلاقي الطبعه بتاعتك موجوده قدامك هي تي اس 5100، نختار عادي جدا. هتلاحظ وقتها ان الطبق حصل فيها تغيير، وبكده تقدر تطبع من خلال خاصيه الاتصال المباشر بدون الراوتر الواي فاي. هنختار اي صوره عندنا، هي صوره ثانيه برضو،
ونعمل نيكست ونظبط الاعداد زي ما احنا عارفينها، ثم نختار برنت. دي من خلال خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل بدون استخدام الراوتر الواي فاي، ونفس الخطوات في الاسكان. وبكده عرفنا مع بعض ازاي نطبع من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي، ومره تانية عرفنا ازاي نطبع من خلال خاصيه الاتصال المباشر. اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم، اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.